منطقة أمنية. هنا ما نقولكش 100% خدام الأمن، هنا منطقة شي بحال كتقول بواحد الطريقة بأنهم مهمشة بصراحة. منطقة ما الأمن كنشوف ناس كيف الصباح كينوضوا العمال كيتكريساو كي كنتمناو من أمن مولاي رشيد لالا مريم باش يجدوا الدوريات في شارع بقدر الصحراوي، وهذا الشارع معروف عند الفروجات اللي كاينين في الشارع اللي كيخرج لحي الفرح، جوج فروجات اللهم إن هذا منكر. هذاك الشيء راه واخا دازت واحد الدوريه في يامات اللي كان سيدنا الله ينصرو اللي منين كان غاجي الزياره تما كانت الشطابه جمعوا اللي كان، ولكن راه باقي باقا شي حاجه كتوقف في الطاكسي ولا طوموبيل حتى كيدخلوا على ويريتلو داك الشيء اللي فيها. وكان مقارنه ما بين الامن ديال بمسيك سباته مع سيدي عثمان مولاي رشيد، ولا هذاك الامن ديال سباته بمسيك خدام كدور كتبان لك دوريه ديال الصافيط كما كنقولوا حنا الصافيط، ولا لي موطار الصقور خارجين خدامين. ونبغيو هاد الدوريه تكون تفاد مولاي رشيد لالا مريم، والله يعاونكم وعاش الملك.